رتبي لي الحروف بسرعة. برافو عليكي بطلة. يلا هذا حرف ايش؟ بسرعة ألف. حطي لي يدك عليها. هذا حرف ايش؟ ألف. ألف ألف يعني ايش؟ أدنى. برافو. يلا اللي بعدها باء. باء باء يعني ايش؟ بطل. برافو عليكي. وين نقطتها؟ تحت. كم نقطة؟ نقطة. ليش نقطة الباء تحت؟ عشان بطل باء تحطها تحت. برافو عليكي. يلا اللي بعدها تاء. تاء يعني ايش؟ تفاحة. كم نقطة تاء؟ نقطتين. فوق ولا تحت؟ فوق. ليش نقطة التاء فوق؟ عشان تفاحة فوق الشجرة. برافو عليك. يلا هذا حرف ايش؟ ثاء. وين الثاء؟ حط لي يدك عليها. ثاء. ثاء 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 يعني ايش؟ تعبان. كم نقطة الثاء؟ نقطة ثلاثة. ثلاثة. فوق ولا تحت؟ فوق. ليش بطلع لساني في الثاء؟ عشان تعبان يطلع لساني. برافو عليك. يلا هذا حرف ايش؟ جا. وين جا؟ وين يدك؟ ماني شايف. جا. جا جا يعني ايش؟ جمل. وين نقطتها؟ بطنها. ليش؟ عشان دائما إذا ياكل إذا يحل طعم بطنه. برافو عليك. يلا هذا حرف إيش؟ حا. حا حا يعني إيش؟ حمام. وين نقطة ليها نقطة؟ لا. ليش؟ عشان الحمامة صارت نقطتها والحاسة. برافو عليك. يلا هذا حرف إيش؟ خا. خا خا يعني إيش؟ حروف. ليها نقطة؟ لا. إي وين نقطتها؟ فوق. فوق. ليش نقطتها فوق الخاء؟ عشان حرف لا إذن. برافو عليك. يلا طلعي لي حرف الثاء بسرعه. ثاء 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 ثاء. برافو. طلعي لي حرف الحاء. حاء. براحه يا عسل. طلعي لي حرف الباء. باء. برافو. طلعي لي حرف الجا. جا جا جا. بطله. طلعي لي حرف الالف. طلعي لي حرف الخاء. خاء. طلعي لي حرف التاء. برافو عليكي.